تحت إملاء تطورات الوضع الوبائي، أحيت ساكنة فاس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة في أجواء حميمية خافتة داخل الوسط العائلي، بهدف تفادي مخاطر انتشار الفيروس الذي يجوب العالم في موجة كاسحة. رغم أننا نعلم أن قطاع السياحة تضرر كثيرا، وهناك مجموعة من الفنادق التي أوقفت عن العمل، ومجموعة من دور الضيافة التي توقفت نهائيا عن العمل، رغم ذلك ما زلنا لدينا أمل من أجل غد أفضل. وللحفاظ على المكتسبات وتعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت على الصعيد الوطني في مكافحة الوباء، تزود السكان بالمتطلبات الضرورية استعدادا لاحتفال آمن، آملين أن يحمل العام الجديد بشائر حياة أفضل. بالنسبة لنا فرصة نفرفعوا بها أونتخ فامي، مع وليداتنا، مع عائلاتنا، وصافا غيان شونجي. واخا مع هاد الظروف الناس حاولت تجمع الشمل في دارها مع وليداتها ويدوزوا الحمد لله الأمور بسلام. كما أنه كان يوما للتعبئة من قبل عناصر الأمن من أجل تأمين سلامة وسيولة حركة النقل واحترام التدابير الوقائية، حيث انتشرت أعداد كبير من الوحدات المتنقلة والثابتة من خلال حواجز المراقبة قصد الحرص على أمن المواطنين.